بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عندنا اليوم موضوع جديد وهو مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة. فمصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة هي الكتاب والسنة. ما أدري يا إخوان، توقفنا نحن في أي شيء عند أي نقطة؟ يمكن أحد، أيوة، التسليم لله. طيب، جزاكم الله خير. إذن الاستسلام، أولا الكل منا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمعنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مقتضى شهادة أن محمد رسول الله هي الاستسلام التام والطاعة المطلقة لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. معنى ذلك أنه ليس للإنسان معنى ذلك أنه ليس للإنسان اختيار إذا جاء من الله عز وجل أمر أو من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد له من الطاعة والاستسلام. ولذلك ذم الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلاحظ قضية الاستسلام لنصوص الوحيين، فلا وربك قسم أقسم الله عز وجل، فلا وربك، فأقسم سبحانه وتعالى بنفسه الشريفة ولله عز وجل أن يقسم بما شاء. فلا وربك لا يؤمنون، نفى عنهم الإيمان، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. إذا لا يكتفي الاستسلام الظاهري، بل لا بد من الاستسلام القلبي ويسلم تسليما. استسلام مطلق، ما في خيار لنفسك، ما في اجتهاد، لا. ويقول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم
من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، ومن أبى دخل النار. وفي حديث العرباض بن سارية قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. يبقى معنا مسألة، وهي: هل هناك تعارض بين النقل والعقل؟ طبعا لا بد من تحرير هذه المسألة. أولا، النقل هو الكتاب والسنة، يعني هو الوحي. لكن هل يمكن أن يتعارض النقل مع العقل؟ الجواب: لا يمكن أن يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح. إذن هذا هو الذي يهمنا، خلينا نكتب، لأن هذا شائك جدا، لكن الذي يهمنا هذا الكلام. الجواب: لا يمكن أن يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح. فهذا أهم مسألة عندنا في هذا الباب. ننتقل بعد ذلك إلى المتواتر. كلامنا هنا في المتواتر، أخذنا فيما سبق مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة، وهنا مصدر، وهو حجية خبر الآحاد. أولا، لا بد أن نعرف الحديث المتواتر، لأن عندنا آحاد وعندنا متواتر. خذوا هذه القاعدة: أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وصلت إلينا عن طريق خبر الآحاد. خلنا نكتب هذه الفائدة. يعني لا بد أن نفهم هذه المسائل، هذه قواعد لا بد أن نفهمها. عندنا بقي عندنا التعريف في المتواتر، سوف نعرف الآحاد والمتواتر. أولا، خلونا في المتواتر. المتواتر ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب،
مثل حديث من كذب علي متعمدا روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 صحابية، ثم رواه عن الصحابة جمع من التابعين وهكذا. الثاني الحديث الآحاد هو ما رواه شخص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما رواه شخص عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب. إذن هذا هو اللي يسمى خبر الآحاد، الشخص الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا صحابي واحد، هذا يسمى بالآحاد. إذن أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وصلت إلينا عن طريق خبر الآحاد. يبقى معنا مسألة وهي التي عليها الكلام، وهي مسألة هل خبر الآحاد حجة في أبواب العقائد أم غير حجة؟ الجواب نعم حجة، لأن الأدلة تدل على وجوب الأخذ بخبر الواحد إن كان ثقة. الدليل الأول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، فهذه الآية فيها منطوق دلالة مفهوم ودلالة منطوق. فمنطوق الآية أنه إذا جاءنا فاسق بخبر فيجب علينا التثبت والتيقن، يعني هل هو صادق أم غير صادق ونحو ذلك. مفهومه دلالة المفهوم أنه إذا جاءنا عدل يجب علينا أن نقبل خبره دون تثبت، وإلا لما كان هناك فائدة للنص على الفاسق: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، ومعنى ذلك أنه إذا جاءنا عدل نأخذ بكلامه. هذا الحديث الأول، الدليل الأول. الدليل الثاني: أن أهل قباء كانوا يصلون الفجر، كانوا يستقبلون بيت المقدس كما هو الحال في أول الإسلام. تعرفون أن القبلة كانت في أول الإسلام إلى بيت المقدس، ثم تحولت إلى بيت الله الحرام مكة المكرمة. الحديث قال: فأتاهم آت وهم يصلون صلاة الفجر وقال لهم: إن الوحي قد أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر الناس يستقبلوا المسجد الحرام، فاستداروا في صلاتهم واستقبلوا الكعبة. هنا الذي أتاهم آت، يعني رجل واحد، ولاحظ ومع ذلك في أعظم ركن وهو الصلاة، فأخذوا به. فلو كان غير حجة خبر الآحاد لما أخذوا به. الدليل الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث رسله إلى الملوك والأمراء يدعونهم إلى الإسلام، فبعث إلى هرقل وإلى كسرى أفراد وهكذا. دليل الرابع: أن أهل نجران لما طلبوا، يعني وفد نجران لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا أن يبعث معهم أمينا يعلمهم الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: لأبعثن معكم حق أمين. فبعث معهم من؟ أبا عبيدة الجراح رضي الله عنه. فلو لم تكن الحجة تقوم بخبر الواحد لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لوحده، وإلا لبعث معه 10،
خمسة لابد يكونوا جماعة، ولذلك بعث معهم رجلا واحدا من الصحابة، وفي هذا دليل واضح على أنه يقبل خبر الواحد، خبر الأحد. كذلك المشتهر حديث معاذ رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب لما بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فلو كانت الحجة ما تقبل خبر الواحد لبعث جماعة إلى أهل اليمن. قال أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي أدعوهم إلى أصل التوحيد، فقامت الحجة على أهل اليمن، وما ردوا عليا ولا معاذ رضي الله عنهم بحجة أنهم آحاد. لحظة يا إخوان، بس إذا هذه بعض الأدلة على وجوب، على أنه يقبل خبر الآحاد. نأتي إلى مسألة أخرى، وهي أول من قال بالتفريق بين الآحاد وغير الآحاد في وجوب العمل. أول من قال بهذا هم المعتزلة، هم المعتزلة. وهذه بدعة لم يعرفها الصحابة رضي الله عنهم، ولم يعرفها أهل القرون المفضلة. إذن أول من قال بها هم المعتزلة. لكن يعني لاحظ ضلالة العقول، يعني المعتزلة قالوا نقبل خبر الآحاد في أبواب الأحكام، لكن في أبواب العقائد لا نقبل خبر الآحاد. الرد عليهم نقول إن هذا التفريق لم بدعة، لم يسبقكم به أحد، لا من الصحابة ولا من قبلهم من التابعين ولا من بعدهم من التابعين. أيضا يقال لهم قبول خبر الآحاد في الأحكام وردها في العقائد تناقض. كيف تقبلون خبر الآحاد في أحكام الصلاة
وفي الحج وفي العمرة، وتردون خبر الأحد فيما يتعلق بجانب الله عز وجل وفي جانب اليوم الآخر وهكذا. يا إما أن تقبلوا جميع أخبار خبر الأحد جميعا في أبواب الأحكام وأبواب العقائد، أو تردوها جميعا، إما القبول للجميع أو الرد للجميع. وأما مسألة تفريقكم لا بد له من الدليل، ولا دليل عندكم، إنما هو من مقتضى عندما جعلوا العقل هو المير، هو القياس الذي يقيسون به أمورهم. كذلك كذلك يقال لهم أن هذا فيه طعن في من؟ في الصحابة رضي الله عنهم. لذلك عندما تقولون أنه يجوز عليهم النسيان، ويجوز عليهم الخطأ، ويجوز عليهم الكذب وهكذا، هذا طعن في ماذا؟ في الشريعة، لأنهم هم رواة الأحكام الشرعية. كيف يصلي الإنسان وهكذا؟ نقول كذلك أن خبر الآحاد إذا ثبتت صحته فيجب قبوله في مسائل الاعتقاد وفي غير مسائل الاعتقاد. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحديث الذي اتفق عليه البخاري ومسلم نؤمن به ونصدقه، كما أننا سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ولهذا قبولنا لخبر الآحاد في أبواب العقائد لم يكن قبولا مطلقا مطلق. اشترط أهل السنة والجماعة أن يكون الرواة ثقات عدول، أو يكون هناك قرائن تقترن بهذا الخبر وبهذا الحديث فيؤثر علما يقينيا، ويجب عند ذلك قبوله. طيب، إذا في حد عنده استفسار أو ندخل لموضوع آخر، تفضلوا. آمر بس من الإخوان والأخوات عند من يكتب احترام الشخص الذي أمامه، واحترام الزملاء الموجودين حوالي 485 شخص. أن تتكلم نفسك أو تقيس عقلك على عقل الآخرين، يعني الرجاء الرفع من مستوى الكلام والرسالة، لأن هذه مسجلة وموجودة باسم من كتبت هذه الرسالة. يعني في الرجاء من الإنسان أن لا يكتب شيء إلا شيء يفيده أو استفسار واضح.
إيش معنى الأحد؟ وتكلمنا عنه، قلنا ما رواه شخص عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي واحد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللي ما أتكلم فيه للقراءة فقط، أنا تو حددت لكم بعض الأشياء، اللي أنا أتكلم فيها هي للقراءة فقط. طيب ننتقل الآن إلى مسألة أخرى، وهي هل يجب على كل مسلم أن يعرف ويعلم كل ما جاء به عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نقول هناك معرفة تفصيلية وهناك معرفة إجمالية. أما المعرفة الإجمالية فإنه يجب على كل إنسان أن يعرف المعرفة الإجمالية. مثال المعرفة الإجمالية هي الإيمان بالرسل مثلا، الإيمان باليوم الآخر، لكن المعرفة التفصيلية الإيمان مثلا بيحيى وزكريا وعيسى وإلياس ويوسف وموسى وهارون، يعني بأسمائهم وأشخاصهم، هذه فرض كفاية وليست من باب فرض العين. كذلك مثلا مسألة الصراط، مسألة الجنة والنار وما يحدث في أهوال يوم القيامة في القبر، هذه معرفة تفصيلية، هذه فرض كفاية. أما المعرفة الإجمالية فإنها فرض عين. إذن الواجب على كل مسلم اللي هو المعرفة الإجمالية، يجب على كل مسلم أن يعرفها، لكن المعرفة التفصيلية من يعرفها بعض عن بعض فإنه يسقط الإثم عن الآخرين، وهذا ما يسمى في المصطلح الفقهي الفرض الكفاية. طيب ننتقل بعد ذلك إلى موضوع آخر، وهو أسباب انحراف الناس عن العقيدة الصحيحة. وهذا طبعا هذا الأمر أمر واسع وموضوع مهم يجب التنبيه والتنبه له، وذلك أن الملاحظ أن كثرة من ضل وانحرف في هذا الباب كثرتهم، ولذلك يقول الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وأسباب انحراف الناس عن العقيدة الصحيحة هي أولا الجهل، وهذا الجهل هو سبب البلاء في كل شيء، ولذلك العلم نور والجهل ضلال. ولذلك ما ضل الناس ولا انحرفوا ولا تلاعبت بهم الشياطين إلا بسبب الجهل، وإلا فالعلم نور.
السبب الثاني اتباع الهوى كذلك. السبب الرئيس في انحراف الناس عن سلامة المعتقد. ولذلك يقول أهل العلم ما سمي الهوى هوى إلا لأنه يهوي بصاحبه في الضلال. ولذلك يعني ما يذكر الهوى إلا في أسلوب أو في معرض الذم. ولهذا يقول الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال عز وجل ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن الهوى سبب رئيس من الأسباب التي أدت إلى انحراف الناس عن العقيدة الصحيحة. وإلا لو تجرد الناس من الهوى واتبعوا النص واستسلموا النصوص الوحيين لو وفقوا للحق. هو لأن الحق عليه نور، كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. السبب الثالث اتباع المتشابه من النصوص فترك المحكم، واتباع المتشابه كما قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. المهم أن الله عز وجل أخبر أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. طيب خلنا نضرب بعض الأمثلة. المعطلة كيف ضلوا في باب الأسماء حتى آل بهم الأمر إلى أنهم عطلوا الرب عن صفاته وأسمائه، فقالوا الله سميع بلا سمع ولا يبصر ولا يتكلم وليس فوق العالم ولا داخل العالم ولا تحته وهكذا. أنهم تمسكوا بما تشابه عليهم كما قال تعالى ليس كمثله شيء وسكتوا ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الذين ضلوا في باب القضاء والقدر فنفوا عموم مشيئة الله ونفوا خلق الله عز وجل لأفعال العباد، لأن الله عز وجل قال لأنهم ماذا تمسكهم بما تشابه عليه من إثبات مشيئة العبد دون مشيئة الرب لمن شاء منكم أن يستقيم. الجبرية الذين نفوا مشيئة العبد وجعلوا العبد مجبور على فعله يعني لا اختيار له ولا شيء. وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى
وهديناه النجدين كذلك الذين ضلوا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم صرفوا له شيئا من خصائص الله عز وجل من أنواع العبادة دون الله عز وجل، أخذوا بالمتشابه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وزعموا أن هذا مقتضى محبته، وتركوا المحكم من أقواله كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وقوله صلى الله عليه وسلم للرجل: أجعلتني لله ندا. وكذلك تركوا المحكم من قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. كذلك ممن ضل في مسألة التكفير وللأسف استند إلى بعض أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية أو أقوال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، من حيث أنه أخذ بالمتشابه من أقوالهم وترك المحكم. وهذا وللأسف الشديد ديدا أهل البدع، أنهم يجزئون الكلام ولا يأخذون الكلام بمجموعه، يأخذون جزءا من كلام الشيء الذي يشهد لما في نفوسهم من الهوى، ولذلك أنهم لا يبحثون عن الحق. السبب الخامس سماع كلام أهل البدع والجلوس إليهم. والله عز وجل أمرنا أمر إيجاب لا خيار لنا فيه، قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذا الخطاب موجه لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم، والمقصود به أمته جميعا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله، وهو الذي عصمه الله، وهو الذي تسلح بالعلم، وهو الذي لا يمكن أن تؤثر عليه شبهة أو تنقدح في قلبه ضلالة، أمره الله أن يجتنب مجالس وأماكن أولئك القوم الذين يخوضون في آيات الله. فأمته إذن من باب أولى. وهكذا، فأنت ربما تستمع إلى هذه الشبهة فأن تنقدح في ذهنك وما تستطيع أن تتخلص منها. نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله نكمل في المحاضرة القادمة. أحد عنده استفسار أو شيء؟ طيب، إذن سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.